السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها لمناقشة مستجدات الأوضاع الميدانية في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء. تمكن الجيش الوطني من تحرير عدد من المواقع التي كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي والمخلوع في مديرية نهم شرق صنعاء. وقال الناطق باسم المنطقة العسكرية السابعة عبد الله الشندقي إن الجيش تمكن من السيطرة على جبل الحمراء وجبل اليلع وجبل القهر. وأضاف الشندقي أن أكثر من 23 مسلحا من عناصر الميليشيا سقطوا خلال المواجهات في الساعات الماضية، بالإضافة إلى تدمير 6 مدرعات و9 أطقم ودبابة بغارات لطيران التحالف العربي ومدفعية الجيش الوطني. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: هل ما يدور في نهم معارك لها ما بعدها أم هي مواجهات اعتيادية؟ ما الذي يعيق تقدم الجيش نحو صنعاء؟ هل هي صعوبات ميدانية أم غياب لقرار الحسم؟ قبل النقاش نتابع هذا التقرير. منذ عام وأكثر وطبول الحرب تقرع في ضواحي العاصمة صنعاء، تهدأ حينا وتشتد في أحايين كثيرة، ومثل كل مرة تبدو الأيام الأخيرة ملتهبة وأصوات المواجهات لا تنقطع. لكن هل هو استمرار للسيناريو المعروف عن نهم التي تبدأ فيها المواجهات وتنتهي بطريقة ارتجالية، أم أنها هذه المرة تسير وفق خطط مدروسة؟ ذلك ما لم يتكشف بعد. الجديد فقط هذه المرة هي مبادرة الجيش في شن الهجمات ومحاولات التقدم، وهي محاولات تكللت بالسيطرة على بعض المواقع في نطاق مربعات المواجهات. التحركات الأخيرة لنائب الرئيس ربما تشير للتحضير إلى شيء جديد خلال الأيام القادمة، لكنها أيضا قد لا تشير لشيء، يقول آخرون. فقرار اقتحام صنعاء من عدمه خاضع للتوافقات الدولية والاعتبارات أخرى لها علاقة بالكلفة الإنسانية والمادية للمعركة. وما بين المحاذير وتفاقم المعاناة من إطالة الحرب، ترزح اليمن التي تقطعت بها سبل التسويات السياسية في انتظار تطور يخلصها من كماشة الانقلاب وحكمه الجائر. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ونبدأ هذه الحلقة مع المحلل العسكري العقيد عبد العزيز المجيدي من تعز. مرحبا بك سيادة العقيد. حياك أخي كريم. في البداية سيادة العقيد، كيف تقرأ التحركات الأخيرة في نهم مع تواجد نائب رئيس الجمهورية في الجبهة؟ تحرك الأخ نائب رئيس الجمهورية ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس هيئة الأركان العامة وكذلك بقية المسؤولين في جبهة نهم، وكذلك التقدم وحراز الانتصارات المتتالية التي تحققها جبهة نهم، هذا يدل على أن الأهمية لهذه الجبهة أهمية استراتيجية من الجانب العسكري اقترابها من الهدف الرئيسي والاستراتيجي اللي هو العاصمة صنعاء، وأيضا المؤشر على العزم على حسم الوضع عسكريا بعد تعثر كل المفاوضات والحوارات السلمية بسبب تعنت قيادة الانقلابيين واعتزامهم وقرارهم الذي قد صدر لهم من الذي يدعمهم بإثارة المعركة وعدم الرضوخ أو التنفيذ. نعم. كل مخرجات الحوارات والمبادرات. نعم، ما هي المؤشرات التي تراها يعني جادة في مسألة الحسم؟ كثر الحديث عن تحركات، ربما السنتين الماضيتين كانت هناك تحركات ربما أكثر من هذه التحركات الأخيرة، ولم يعني نرى أكلها أو لم تثمر. المؤشرات التي تدل على القرار المتخذ من الحكومة الشرعية والتحالف بالحث الوضع العسكري يبدو واضحا وجليا من خلال الدفع بقوات كبيرة تمتلك كثافة نارية هائلة والتقدم المستمر، رغم أن المعركة تحكمها جغرافية الأرض التي هي وعرة جدا، فالانتصارات المتتالية وأيضا استمرارية المعركة والمشاركة الفعالة لطيران التحالف يدل على أن هناك في يعني توجه جاد في حسم الجانب العسكري
الزيارات المستمرة من خلال المسؤولين زائد من نائب رئيس الجمهورية وكذلك القادة العسكريين ومثل بالأخ رئيس الأركان العامة والقائم بمحافظة صنعاء ومن عام العاصمة وكذلك ما يدور على الأرض من معارك من تفوق للجيش الوطني بخوض المعارك الهجومية التي تعتبر مكلفة وصعب على أي قوة تخوضها وصعوبة الأرض هذا يدل على أن المؤشر واضح للقرار وحسم المعركة أيضا إطالة عمر المعركة لا يفيد لصالحنا الشعب اليمني يدفع ثمن كثير من حيث الحصار الذي يفرضه الانقلابيين وأيضا القتل اليومي والتشتيت اليومي وانقسام النسيج الاجتماعي الذي هدف من هدف هذه الفئة الضالة السلالية المتمثلة بالعصابة الانقلابية الحوثي العطاشية. نعم طيب سيادة العقيد تكرم بالبقاء معنا ونشرك معنا في الحديث من مصر الخبير العسكري علي الذهب. سيد علي الذهب أنت كيف تقرأ؟ هل هي فعلا تحرك جاد ربما يعني تؤتي أكلها وتثمر قريبا أم هي مثل سابقاتها من التحركات السابقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك ولضيفك وللسادة المشاهدين. مرحبا بك. أعتقد أن المعركة أو ما يدور في حدود محافظة صنعاء تعتبر معركة من سلسلة معارك في إطار الحرب الدائرة وليست معركة حسم لأن عوامل الحسم لم تتهيأ بعد وتصور أن المزيد من الجهد وفتح جبهات أخرى قد يكون خادما للتوجه الذي يقصد به مسألة الحسم لكن أتصور الآن أنه محاولة لاقتراب من مركز العاصمة والتكوين يعني والوقوف على أرضية صلبة في مناطق فيها حاضنة شعبية مثل أرحب التي فيها الكثير من المهجرين والنازحين والذين هدمت بيوتهم حتى الأسبوع الفائت يعني أكثر من 3 منازل هدمت وبالتالي فإن التقدم هو تحقيق موطئ قدم خاصة في أرحب ويعني الدفع بالمعركة إلى أفق آخر أو إلى محطة أخرى. وهل تعتقد أنهم سيحققون هذا الهدف ويسيطرون على مواقع استراتيجية؟ يعني كان هناك حديث أيضا مؤخرا بأن هناك ربما معركة قريبة ويرتب لها لنقيل بن غيلان، باعتقادك هل ستنجح هذه المرة؟ بطبيعة الحال هناك يعني اتجاه لتطوير العملية العسكرية في العمق ولكن كما داب الجميع على او كما سمع الجميع منذ عام ونحن نسمع تحرك من الجيش الوطني ولكن لم نجد يعني النتيجه الحقيقيه التي تخدم المعركه لان هناك اهدار للجهود واهدار للقوات والامكانيات في الجبال ولكن هذه الجبال لها ايضا اهميتها ولها ميزاتها العسكريه ولكن لم نشهد ان هنالك منطقه سكنيه كبيره جرى السيطره عليها وانضم اليها الى الجيش الوطني سكان هذه المنطقه واتجهوا لتحرير مناطق اخرى. بالنسبه لنقل غيلان هي جبهه اخرى وهي محاوله ايضا للوصول الى نقطه واحده وهي اختراق العاصمه من الجهه الشمال والشمال الشرقي. نعم. طيب العقيد عبد العزيز المجيدي، سيادة العقيد الآن مديريتي أرحب وبني حشيش تحديدا لأنه اتجاه الضربة الرئيسية يبدو أنها باتجاه منطقة أرحب وكما أسلم نعم لأن المنطقة تمثل حالة شعبية للجيش الوطني. نعم طيب سيد علي تكرم بالبقاء معي وأعود للعقيد المحلل العسكري عبد العزيز المجيدي. سيادة العقيد الآن هل يمكن القول بأن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية باتت تملك الإمكانات الكافية لاستمرارية هذه المعركة؟ ما يحدث الآن من كما ذكر الأخ الكريم في مداخلته بأنه يجب أن تتحرك كل الجبهات على مستوى مسرح الأعمال القتالية التي تدور فيه على جبهاته المواجهة فمثلا في جبهة سعد وجبهة حرب وميدي وصعدة ومأرب باتجاه ترواح وأيضا باتجاه شبوة. هو صراحة المعركة إلى الساعة لم تكتمل بالشكل المطلوب لكن الاتجاه
تقوم فيه القوات اتجاه نهم هو باتجاه الهدف الرئيسي. قد تكون لها تكتيكات محدده وضعها المخططون على المستوى الاعلى لجذب الميليشيات الانقلابيه وقوتها للتركيز الاتجاهات، لكن من خلال ما نشاهده ان هناك استكمال لجاهزيه القوات على مختلف المحاور، وما يجب ان في الجانب العسكري يجب ان تتحرك كل الجبهات وتشعل المعركه لتشتيت جهد الانقلابيين واحراز النصر الحاسم والهزيمه الساحقه لهذه الميليشيات. ما الذي يمنع قياده الجيش الوطني ويعني من اتخاذ هكذا قرار تحرك جميع الجبهات من اجل تحقيق تقدم في اي جبهه من هذه الجبهات؟ لماذا عندما تبدا يعني تحرك مثلا في جبهه نهم يعني تخفت بقيه الجبهات سواء في صرواح او في الجوف او في تعز، ويعني لماذا لا يكون مثل ما تحدثت يعني تحرك واسع في نفس اللحظه؟ هذا ما يؤخذ في اغلب المعارك التي مضت، لكن هنا الان نحن نشاهد بانه في تحسن نوعي باتجاه جبهه القبيطة التي من اتجاه جنوب من اتجاه شمال لهج، والإعداد جاري لهذه المعارك. لكننا الذي يؤخر صراحة لأخر هذه المعارك هو استكمال جاهزية القوات. ما يحصل بنهم أعتقد أن هناك جاهزية قد استكملت من حيث القوى البشرية وأيضا من حيث الإمكانيات للقوى الوسائل النارية وايضا تحديدا المشاركه الفاعله والمستمره لطيران التحالف. نحن هنا يعني ننتظر ان تكون المعركه معركه متوازيه تجري في آن واحد بكل المسرع المواجهات الذي يجري عليها المعركه، مثلا في المناطق التي تواجد فيها الانقلابيين وخاصه جبهه تعز التي تمثل يعني نصرا استراتيجي وقوي، فتحرير محافظة تعز يمثل الهزيمة 50% لهذه القوة الانقلابية من حيث انتشارها، وكذلك الدعم اللي يجب أن يكون قد سند لهذه الجيش الوطني من حيث الجاهزية القتالية التي تمكنه من خوض المعركة في كل، لكننا نخضع في كل الأحوال للخطط والتكتيكية التي ترسم من القيادة العليا، فهي التي تسند المهام بشكل عام. واختصارا بانه من خلال ما نشاهده من توجيهات ومن تعليمات فان الوقت قد حان والاصرار لقرار تنفيذ الحسم على الجانب العسكري، وايضا ما تشهده القوه الانقلابيه من خسائر متتاليه بقيادتها وافرادها ومن خلال تجنيدها للاطفال والنساء، هذا يدل على انها تعاني مشكله كبيره في النقص في قوتها البشريه وخاصه الافراد، وما تقوم به من قصف متعمد للمواقع المساكن والاحياء السكنيه في مدينه تعز ومحافظات اخرى، هذا يدل على انهيارها ومعنويتها من خلال مشاهدتنا لها في على مسرح الاعمال القتاليه، معنويه منهاره وخلافات متتاليه ومستمره بين صفوف قيادتها على كل المستويات. نعم. الخبير العسكري سيد علي الذهب، سيد علي الذهب انت ايضا جدية التحالف العربي كيف تتابعها في مسألة الحسم على الأقل في هذا التوقيت؟ هناك ربما أكثر من يعني من معركة يملكها التحالف العربي في العديد من البلدان الدول الجوار في الإقليم، ألا يكون هذا ربما منطلق للحسم في اليمن؟ بالنسبة للحسم بمفهومها العنيف، أنا أتصور أنه لا زال المشهد غائبا، لأن المسألة لها ارتباطات سياسية، القرار العسكري أيضا هو قرار سياسي وقرار اقتصادي وقرار مجتمعي، وبالتالي فإن مسألة الحسم وبأسرع وقت ممكن وبالجهود الكبيرة الجبارة التي يتصورها البعض، الأفق يقول أنه ليس هنالك ما يبشر بذلك. المعارك التي تدور في الشمال مختلفة تمام الاختلاف عن المعارك التي دارت في الجنوب، ولذلك لماذا؟ لأن هناك أصلا مثلا في الجنوب كان هناك حاضنة شعبية رافضة مع الجيش الوطني ومع المقاومة الشعبية، وهي أيضا المقاومة الشعبية جزء من المجتمع الجنوبي. أما في مناطق الشمال فنجد أن المجتمع منقسم مع طرف الانقلاب ومع طرف الجيش الوطني،
وبالتالي هناك فوارق. أيضا القرار السياسي يؤثر على المسار الأمنية العسكرية. هناك تحفظات في مسألة الحسم العسكري وفي مستقبل المناطق الشمال أو مستقبل اليمن بعد الحسم، من سيحكم، من سيكون الفاعل الأساسي، من هم الشركاء. هذه القضايا يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. وهي إذن ربما إذن يعني هذا التباطؤ في عملية الحسم هي للحسابات. نعم سيد علي الذهب، إذن ربما هذا التباطؤ في مسألة الحسم ويخضع لحسابات التحالف العربي، وماذا سيكون في المستقبل ومن سيحكم اليمن في المستقبل، أليس هذا ما تريد القول؟ دون شك، لأن الجيش الوطني لديه الاستعداد، وهناك حاضنة شعبية أيضا، المجتمع نفسه رافض لسيطرة الانقلابيين، ولكن التحالف بعض دول التحالف أيضا القرار الأكبر وهو بيد الدول الكبرى، وهي تنظر إلى مسائل أخرى تخص مصالحها في قضايا الإرهاب وقضايا الجماعات الدينية التي يمكن أن تحكم أو تسيطر. هذه المسائل يجب أن تؤخذ في عين الاعتبار، ولا نأخذ مسألة الحرب بشكل عاطفي أو بشكل مبسط. لا، أعتقد أنه لو كان هناك نية حقيقية للحسم فإن الحسم كان قد حصل قبل عام، لأن الوصول إلى مناطق تخون صنعاء والوقوف ثلاثة أشهر دون أن يتحرك، فضلا عن أيضا تحرك الجيش ووقوفه في منطقة الخوخة في حدود الساحل الغربي في صعدة، هناك يعني شيء يقول أن ما يعني قوة تفرض أجندتها على مسار العمليات، وبالتالي سنجد أن سقف الحرب يرتفع إلى أعلى حتى ندرك أو نكاد نقول أنه هنالك حسم، لكن في الحقيقة أنه معركة في سلسلة معارك ضمن الحرب الدائرة. نعم، استهداف الميليشيا السعودية بصاروخ باليستي، برأيك هل هذا يعني ينذر بأن هناك إمكانات باتت أكثر بالنسبة للميليشيا، أم هي ربما يعني الضربة الأخيرة التي يمتلكونها؟ لا أتصور أن هنالك المزيد من الضربات، لأن الضربة التي حدثت بطبيعة الحال، أنا أقول لك أن الضربة أيضا هذه أثرت أيضا على مسار العملية، وهي التي دفعت أكثر للتحرك، لأن يعني المواطن السعودي أيضا يشعر أن هنالك إمكانيات أهدرت من أمواله، في حين أنه لم تحقق أي نجاحات في مناطق الشمال، في مناطق تهديدة خاصة على الحدود في صعدة ومناطق إطلاق الصواريخ، وبالتالي جاءت هذه العمليات أيضا كردة فعل، إن لم تكن هي جزء أيضا من الحرب الدائرة، ولكن وتيرتها المرتفعة تعتبر ردة فعل لإطلاق هذه الصواريخ. نعم، المزيد من الصواريخ موجود، وقد أفصح صالح بنفس هذا المنطق وقال هناك المزيد من الصواريخ وسوف نطلق المزيد، والحقيقة أنه هناك عملية تهريب للأسلحة وللصواريخ للفوتيين، وهناك دعم إيراني، ولا نقول هذا الكلام من باب الدعاية أو من باب لا، حسن نصر الله نفسه أعترف أنه يأخذ الدعم المالي والمادي وبطرق لا يدركها الجميع، وبالتالي فإن هذه الذراع أو السنتين هم ذراع آخر وشديد بحزب الله تصله الإمدادات المادية والفنية والتقنية، وأيضا تقارير الأمم المتحدة أثبتت أن لعام 2016 أثبتت لجنة الخبراء قال أن هنالك تهريب الأسلحة وأن هنالك وجود إيراني فني وتقني، ولكن ليس بالحجم الذي نعم يعني يمكن أشكرك فأيضا أنا أقول أن هنالك إمكانية لإطلاق مزيد من الصواريخ، ويجب أن يؤخذ نظر الاعتبار بهذا الأمر. أشكرك جزيل الشكر الخبير العسكري علي الذهب، كنت معنا من مصر، وأعود إلى تعز مع المحلل العسكري عبد العزيز المجيدي. سيادة العقيد، هناك من يقول من المتابعين لما يجري في اليمن عسكريا بأن استهداف الميليشيا للمملكة العربية السعودية بصاروخ باليستي والتهديد بضرب المزيد من الصواريخ، ربما هذه هي الفرصة الأخيرة أمام التحالف وأمام الشرعية والجيش الوطني يعني رسالة خط أخضر لمسألة الحسم، ربما إذا لم يستغلوا هذه الفرصة ربما في الأيام المقبلة لن يجدوها، ولن ربما يتغاضى المجتمع الدولي إذا كان هناك نية للحسم في هذه المناطق. كلام أكيد
أعيد هذا الرأي أخي العزيز بأنه سبب تأخر الحشد العسكري هو ما أتاح لهذه الميليشيات ومن يدعمها على مستوى الإقليم لتهريب هذه الصواريخ أو تجديدها أو تغيير وإدخال عليها إصلاحات ولتصل إلى مدى بعيد. هذا هو السبب من أسباب تأخر الحشد العسكري الذي أتى لهذه الميليشيات أن تشتغل وتعمل وتقلب الوتاوات والدخل القومي للبلد وحرمان الموظفين وإدخال الشعب اليمني في حالة اقتصادية رديئة وشبه مجاعة. هذا هو سبب تأخر الحشد العسكري، وأعتقد بعد هذه الفترة التي نحن الآن على مشاركين على انتهاء العام الثالث من المعركة فلا يجوز أن تأخر أكثر من هكذا. فعلى هذه التطويل المعركة سندخل في وكأننا في حرب عالمية تخاض على مستوى أو رقعة من الأرض محدودة. الحشد العسكري أصبح مصيريا وأصبح مطلب ملح، وأيضا الحوارات السياسية هي قاعدتها الأساسية والتي تنطلق عليها من التقدم والحشد العسكري على الأرض. من يسيطر على الأرض هو من يفرض شروطه ويفرض كل ما يطلبه لأنه الأكثر مسيطر. بعد كذا وبعد هذه الفترة الطويلة من تأخر الحشد العسكري كما قال الأخ الضيف لأن هناك إمكانات كانت في الماضي وصحيح، لكن بالظهر هناك بدأ استكمال جاهزية القوات على مختلف مسرح العمل القتالي تتطلب وقت، والحسابات التي قد تكون مؤثرة على الجانب الإقليمي والدولي. لكن كما أسلفت الذكر بأنه كل الوسائل استنفذت من خلال تعثر المفاوضات والمقترحات التي طرحتها بعض الدول العظمى ودول المنطقة وأي اتجاهات، فتعمرت الانقلابيين بالخضوع للحوار والدخول في الحل السلمي. هذا يتطلب الآن القرار الحاسم لحسم الحالة في اليمن حسما عسكريا، والتهديد الذي يهدد دول الجوار من قبل الميليشيات المدعومة من إيران، والكل له علم ودراية على خلفية المشروع الإيراني منذ قيام ثورة الخميني في 79 هدفها فقط استهداف الدول العربية وخاصة دول الخليج وإعادة إمبراطورية فارس. نعم، التقدم اليوم اللي حصل أو خلال اليومين الأخيرين في جبهة نهم وأسر كما تحدث الناطق باسم الجيش أكثر من 28 وعشرات القتلى من الحوثيين والسيطرة على مواقع، ألا تعتقد بأن هذه مبشرات لتقهقر الميليشيا وأيضا تقدم الجيش الوطني بخطى ثابتة نحو السيطرة على مزيد من المواقع الاستراتيجية؟ استمرارية المعارك هي من تأتي استمرارية المعركة نتائجها تأتي على الأرض، ألا تتيح للخصم أو للعدو أن يسترد أنفاسه من خلال تواصل المعركة أعمالها القتال الأعمال القتالية التي تجري في الليل تواصلها بالنهار، وهكذا على شرط أن تكون المعركة متكاملة في كل مسرح الأعمال القتالية الذي تواجد فيه الميليشيات الانقلابية كما أسرف ذكرى في اتجاه جبهة صعدة وجبهة حرب وميدي وجبهة تعز المهمة وأيضا باتجاه شبوة لنضيق على الميليشيات الانقلابية مساحة التحرك وسرعة الإجهاز على هذه القوات التي دمرت اليمن وعملت على تفشي وتوسع رقعة الجماعات الإرهابية التي تدعمها هذه الاتجاهات من خلال ما تقدمه من دعم إيران لهذه الجماعات لها أهداف استراتيجية معلنة منذ فترة. وحان الوقت، لا داعي للتأخير، نقولها على مستوى الحكومة الشرعية والدول التحالف وهم أدرى مننا بهذا الجانب، لكننا نحن من خلال تواجدنا على الأرض وما نقيسه على تحرك هذه الميليشيات هي تقوم في أعمال هجومية وتنكسر في أسرع وقت ممكن وتتراجع وتخسر كثير، وخاصة في قيادتها الذي خسرت في جبهة تعز من قيادة علوية وكتائب وقادات مواليين لهذه الميليشيات الانقلابية. هذا يبشر بأن التباشير النصر وأيضا لحسب المعركة يجب أن لا تأخر هذه القوات الشرعية مطلب الجيش الوطني وقيادة التحالف، فالميليشيات تفقد إلى مظلة قوية وإلى قوة بحرية ونحن لدينا كل الإمكانيات، فقط قرار نهائي واتخاذ قرار حاسم للمعركة هو ما سيخلص إليه هذه الميليشيات وستعود. نعم. سيادة العقيد، ذكرت نقطة مهمة أن الجيش الوطني الآن بات ربما لديها القدرة لحسم المعركة، إذا ما حدث مثلا قرار يمني بحسم المعركة
هل هو قادر فعلا الجيش الوطني على حسمها؟ حسم المعركة تستند إلى الجاهزية القتالية للقوة البشرية وكذلك لتواجد الأسلحة والعتاد على كل المستويات من العربات والدبابات والمدفعية والسيطرة الجوية والتعاون الجوي الذي يدمر أهداف العدو في العمق. هذه هي الجيش الوطني قادر أن يحسم المعركة، والمعركة تضامنية ما بين الجيش الوطني ومدعوم بالتحالف، مهم جدا. وهذه النقطة لا هي تؤثر أكثر بتأخير الحسم، تؤثر أكثر على دور التحالف كونه أعلن أهداف من بداية عاصفة الحسم ويجب أن ترفض هذه الأهداف. أشكرك جزيل الشكر المحلل العسكري العقيد عبد العزيز المجيدي، والشكر أيضا للخبير العسكري علي الذهب كان معنا من مصر. في ختام الحلقة تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل ماهر أبو الميت، كما هي لكم مني بشير الحارثي. حتى الملتقى بحلقات جديدة من زوايا الحدث، حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.